حاليا من شهرين تقريبا لم يلاحظ أي نشاط لهذه الجماعة. تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم وتم تحييد حاليا نشاط هذه الجماعة في المحافظة إن شاء الله. يا جماعة القربان، ما يدعى بجماعة القربان، جماعة منحرفة، ولله الحمد لله الاستخبارية متابعة لهذا الموضوع وتم تحييدها لله الحمد. عندكم أرقام؟ الأرقام موجودة بجهة تحقيقية إن شاء الله.